المبادرة الوطنية لتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل التي نظمتها حركة البناء الوطني بمشاركة مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حملت أبعاداً لتنويع الاقتصاد وتحريك الاستثمار ورفع قدرات الإنتاج بتوفير شروط المنافسة والتمثيل الحقيقي للمتعاملين الاقتصاديين. دعم الاستثماري وحول إعطاء الأمل لرأس المال الجزائري كي يستثمر، وحول توفير بيئة اقتصادية جالبة للاستثمار الأجنبي. بناء اقتصاد حر قابل للتنافس، وأنا قلت في الخطاب اقتصاد منتج بعيد عن النفط. كل القوانين الآن بالنسبة التي شرعت في البرلمان هي تساهم في خلق هذه البيئة المناسبة للمستثمرين. نريد أن نكون سند حقيقي لمؤسسات الدولة حتى ندفع بها في نفس السياق اللي هو يعرف إصلاحات كثيرة، انفتاح كبير، تموقع على المستوى الإقليمي والدولي. الانخراط القوي للمتعاملين الاقتصاديين كشريك فعال في مسار التنمية الاقتصادية ما أجمع عليه المشاركون. اليوم احنا كشركاء للمؤسسات تاع الدولة والجزائر، احنا حبينا نبنوا بلادنا بقوة، باقتصاد جزائري قوي، بإنتاج وطني قوي، وحماية يعني المواد الغذائية اللي احنا نصنعوها وحماية المستهلك الجزائري. لابد أن نوفر المناخ المناسب، والمناخ أعتقد الاقتصادي، العدالة الاجتماعية، القدرة الشرائية من العوامل المهمة اللي تهم المواطن البسيط. اليوم التوجه إلى تماسك الجبهة الداخلية يحتم علينا أن نقوي اقتصادنا الوطني في ظل كل التوترات المحيطة التي يعيشها محيط الجزائر. تكوين النخب وتكثيف المبادرات المفتوحة في مجال الاستراتيجية الوطنية لتصنيع وتصدير وعصرنة المنظومة البنكية يحقق تموقعاً إيجابياً للاقتصاد الوطني وتعزيز فرص اندماجه في الأسواق العالمية.